برعاية السيد رئيس أركان الجيش، أقامت قيادة الدفاع الجوي المؤتمر العلمي المشترك مع وزارة العلوم والتكنولوجيا، هيئة البحث والتطوير الصناعي. وجرى المؤتمر حول طرح المتطلبات الفنية لجميع قواتنا المسلحة البطلة وإنضاج آلية التعاون المشترك بين الطرفين. برعاية السيد رئيس أركان الجيش المحترم ونيابة عن سيد قائد دفاع الجوي المحترم، تم عقد المؤتمر العلمي الأول بين قيادة الدفاع الجوي ووزارة العلوم والتكنولوجيا متمثلة بدائرة البحث والتطوير الصناعي. وهذا هو المؤتمر الأول اللي عقد للتعاون الفني بين قيادتنا والدائرة لتأمين متطلبات قيادتنا الفنية. تم مناقشة عدة محاور في هذا المؤتمر، منها العاكسات لتدريب طواقم الصواريخ وكشف الأهداف بواسطة الرادار لمنظومات البانسير، وكذلك الاتصالات والطائرات المسيرة، وبعض الأمور الفنية الأخرى الخاصة بمدفعية ميمطة. ونأمل أن يستمر التعاون بين قيادتنا وبين دائرة البحث والتطوير الصناعي، وسوف تعقد مؤتمرات لاحقة إن شاء الله للاستفادة من العناصر الفنية والخبرات الوطنية المتوفرة لدى الدائرة. المؤتمر حضره عدد من ضباط قيادة الدفاع الجوي وممثلي مركز البحث والتطوير الصناعي وعدد من المهندسين، وتم خلاله بحث التعاون المشترك بين القيادة والمركز في مجالات مختلفة. وأيضا تم طرح عدد من الأجهزة والمعدات والطائرات المسيرة والشبكات المختلفة والمهمة والتي تم صناعتها من قبل المركز، والتي تعود بالمنفعة الكبيرة لقواتنا المسلحة بكافة صنوفها. تم عقد مؤتمر مع دائرة البحث والتطوير الصناعي العائدة إلى وزارة العلوم والتكنولوجيا مع قيادة الدفاع الجوي وباقي صنوف الجيش، وذلك لتصنيع أو إبداء متطلبات قيادتنا والقيادات الأخرى إلى البحث والتطوير الصناعي لغرض بيان إمكانيتهم كيف ممكن مساعدة وزارة الدفاع. وفي ختام المؤتمر طرح عدد من ضباط قيادة الدفاع الجوي أهم الاحتياجات من الأجهزة والمعدات المختلفة والتي تطور من عمل القيادة وفي مختلف المجالات. حقيقة المؤتمر استعرضنا أهم النشاطات اللي ممكن يعرضها مركزنا، وأيضا عرجنا على التجارب الحقيقية العملية اللي صارت مع قيادة الدفاع الجوي، سواء في فحص بعض المنظومات التخصصية التي من الممكن إن شاء الله في المستقبل القريب أن يترجم هذا المؤتمر إلى تعاون وعمل حقيقي. لإعلام وزارة الدفاع كرر الرباعي.